يعني أخطاء كتير كانت مباراة سهلة ممكن تكسبها وممكن تطلع بيها، لكن التفاصيل الصغيرة للأسف ما قدرتش تشتغل عليها من التحضير النفسي قبل المباراة. زي ما بقول لك العصبية في أوقات كتير بتلعب بتعتمد على الكرات الطويلة، على وليد أزارو بيجري إنه في مساحة وما كانش بياخد الكرة. دايما مباراة الكاس أنت محتاج فرصة عشان تخلص بيها، النهاردة كان موجود فرصة واثنين وثلاثة بس ما قدرتش استغلهم، عشان كده كرة القدم اللي بيجي فرص. بعدين احنا كل شوية هنقعد نقول فرصة واثنين وثلاثة واربعة احنا دايما بنقعد نتكلم في كده يا كابتن اسلام، وانا زي ما بقول لك المهاجم او مهاجم النادي الاهلي من انصاف الفرص مسجل، مش من الفرص السهلة او مش من خمس ست فرص انه يسجل هدف، لا مش ده مهاجم النادي. مهاجم النادي الاهلي لما تبقى المباراة مقفولة ومفيش فرص هو بيخلق نفسه فرصة عشان يسجل منها، او لو جات له فرصة يسجل منها. النهارده لاسارتي غير يعني موفق في ادارته للمباراه في تغييراته، وداع كده لما شفنا الشوط الثاني انت ممكن يكون مطرود منك واحد وتقدر تشتغل وتقدر تسيطر على المباراه وتخلق فرص، لا برضه كان عاجز في الشوط الثاني على في التغييرات. واضح كمان السلام ما كانش ليه دور خالص دفاعيا وهجوميا، كان بعيد ابقى عليه في الملعب برغم ان حمدي فتحي هو الافضل في الناحيه الدفاعيه، هو اللي عامل مجهود، هو اللي بيفسد كل هجمات بيراميدز. وجوده كان موقف عبد الله السعيد على الجديده كنت اتمنى اشوفها موجوده النهارده، يعني كانت هتكون اضافه لو كانت دخلت بدري شويه، لكن كانت هي رؤيته يبقى في استقرار في الفريق وما تدخلش دلوقتي، دي وجهه نظره. تمام، لكن يعني الحياه بتستمر طبعا.